المنافسة الجميلة وانطلاقة شوطنا السابع في مجموعة الأشواط والشوط السابعة الخاص هنا بالإذاعة القعدان المحليات الأصايل لأيضا أصحاب السمو والشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان لمسافة 6 كيلومترات المسافة المعتمدة لهذا السن اعتمادا رسميا هنا. نسير بكم بهذا الانطلاق، نسير بالتحدي، نسير بالإثارة، نسير على الصدارة مع مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضمير مياس من يأتينا على الصدارة. من الجانب الآخر السنيار ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول ويتسلل بدوره إلى الصدارة إلى المقدمة. هنا السنيور بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما ثالث مراكزنا يأتينا شاهين على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، وعلى المركز الرابع رابع المراكز والمنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي المثير هنا على أرضية هذا الميدان والمنطلق والمتحدي بأداء جميل هنا. هنا الانطلاق مشاهد الوصول في هذه اللحظات من شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر ظافر بن هادي بن مسعود لحبابي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين من يأتينا على المركز الخامس في هذه اللحظات هنا لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على المركز الخامس. وفي المركز السادس نتراجع هنا وناخذ سادس المراكز بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. شاهين بن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي من ينطلق على المركز السادس. المركز السابع عملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في تضمير من يأتينا على المركز هذه اللحظات السابع. وفي المركز الثامن سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيب الأحد الهايري من ينطلق بهذا الأداء الجميل. هناك هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد محمد بن سعيد بن بروق الحميري في تضمير من يأتينا على المركز الثامن والتاسع. مراكزنا المنطلق هنا على المركز التاسع لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر بهذا الأداء الجميل. هنا أيضا علي بن أو سالم بن علي بن بخيت لمسافري، وعلى المركز العاشر ينطلق شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة، وبعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا المنطلق السنيار على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. السنيار من ينطلق بالتحدي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. شاهين من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سيد خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لكتبي من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهين المنطلق من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الأداء الجميل. والوصول هنا من شاهين لسمو الشيخ بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي أيضا القادم
بشاهين الى المركز الخامس. المركز السادس مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري من ياتينا على سادس المراكز. وفي المركز السابع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وهناك هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد من يتدخل على ثامن المراكز مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز التاسع سلهود سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيب اللاعب الهايري. وعلى المركز العاشر شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة لجتبي من يصل بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الانطلاق، نعود إلى التحدي، نعود إلى السنيار المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. السنيار هنا من ينطلق بصدارة هذا الشوط، ينطلق بالتحدي بالإثارة بالإثارة. السنيار من هجمة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد من غدير، دائما واثق من العاصفة وهجنها أيضا بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المتميزة. المركز الثاني المنطلق شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي. وعلى المركز الثالث شاهين لهجمة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الرابع شاهين على المركز الرابع مع الكيلومتر الأخير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي قائد العمليات في الفرقة 11 من يتواجد بهذا الانطلاق. هنا مع شاهين أعود إلى الصدارة، أعود إلى السنيار من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة هناك على الصدارة وعلى المركز الأول. سنياركم ساير وتوكل بالله، الله الله، ها هو السنيار هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، سيطر على زمام الأمور على الصدارة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل وعلى هذه النوعيات المتميزة. هنا مع العاصفة وهجنها دائما وأبدا تقدم الجديد والجديد في عالم هذا السباق وعالمنا الساحر لسباقات الهجن. إذن السنيار من انفرد بالصدارة انفرد بالمقدمة وبالمركز الأول. تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الفوز الجميل. للسنيار ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز المركز الثاني. وصل شاهين على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة. المركز الثالث شاهين هنا من وصل أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع وصلنا كذلك مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي من هجن العاصفة. المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد هملول. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا للسنيار 9:24 جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل السنيار من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما المركز الثاني أتانا شاهين على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي قاطع المسافة في 9:31 ثلاثا من الأجزاء من الثانية. أما على المركز الثالث فكان من نصيب مشاهدينا الكرام هنا أيضا والوصول من شاهين سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راهب بن حمد بن ربيع النكتبي 9:32 أربعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع شاهين.